احلاق. الحمد لله على السلامه. سلامك يا باشا، وحشني جدا. وانت اكتر. اقعد اقعد، تعال طمني على اخبارك. اتفضل سعادتك. اتفضل. انا الحمد لله، انا بشكر سعادتك جدا. على ايه؟ على رجوع الاداره تاني. الحقيقه انا ما عملتش حاجه. ازاي يا باشا؟ انا كنت فاكر ان سياده المدير وحضرتك اللي ورا رجوعي هنا تاني. هو الحقيقه المدير حاول كتير لكن مفيش فايده، وانا لما حماك طلب مني نرجعك انا شرحت له كل اللي حصل. حمايه طلب ده من سعادتك؟ ايوه. مش انا رحت زورته وطلبت منه انه يتعاون معانا ويبلغنا لو حس باي عمليه هتتم عنده هناك في البطنيه. على فكره يا علاء، حماك ده راجل طيب جدا ويعرف ربنا كويس. هو فعلا كده. بس تفتكر سعادتك مين اللي رجعني الاداره تاني؟ فتحي. ايوه يا اما تعالي. انت صحي يا دلاله؟ يا اما تعالي. هاي يا حبيبي، جبتلي العلوان. علوان؟ ايوه يا اما، رحت لعلاء المكتب في المديريه واخدت منه العلوان، وبكره ولا بعده ان شاء الله هروح العلوان. يا اما هفضل 100 مره فاهمك ازاي تتكلمي ازاي يعني. طب عشان خاطري يا حبيبي، معلش حقك عليا، عشان خاطري اوعى تجيب سيره لابوك ان انت رحت لعلاء ولا كلمته. خلي الموضوع ده بيني وما بينك سر كده ومحدش يعرفه. انت عارف ابوك يا دنايا ما بيطيقش اسمه ولا بيطيق سيرته. طب وانت ياما هتروحي لها؟ طبعا يا حبيبي لازم اروح لها، بس لما هو يوافق. ايوه برضو، ما هو مين ده اللي يوافق ياما؟ ابوك يا واد، ابوك. انت مش لسه قايله لي اني ما جبلوش سيره؟ طب هتقولي له جبتي العنوان منين؟ هكذب عليك كذبه بيضا بقى وربنا يسامحني. هقول له اختك مروه كلمتني في التليفون وهي اللي ادتني العلوان. وهو طبعا استحاله يروح لها، فمش هيعرف انك بتكذبي عليه، مش كده؟ عشان خاطر يا فتحي وحياتي عندك يا ابني، بلاش تنكش في الموضوع ده، خلينا ملصمين ابوك. عشان انا عايزاه يوافق يخليني اروح ازور مروه بنتي. حاضر ياما، حاضر. انا الحاجه اللي مستغربها فعلا بقى بجد في الموضوع ده كله، ان ازاي علاء بعد ما يتنقل يرجع تاني بالسرعه دي. انا مش عارفه، بس على راي المثل قال على ايه ودوه وفي ايه رجعوه. ماما. بسم الله الرحمن الرحيم. وحشاني حبيبتي. وحشاني.